اعتبر المرشح الرئاسي الإيراني مسعود بازكشيان أن بلاده تواجه مشاكل كثيرة بسبب وجود أشخاص عديمي الخبرة وغير علميين في مواقع القرار. ولفت بازكشيان خلال زيارته جامعة أصفهان أن مشاكل البلاد لن تحل بالغضب والتظاهر، بل يجب التحدث مع العالم، وأشار إلى اللجوء إلى العنف ردا على الاحتجاجات، معتبرا أن المشاكل لن تحل بالعصا والهروات. ووعد المرشح الرئاسي بوقف ظاهرة طرد الطلاب من الجامعات بسبب أفكارهم والتجاوب مع الأساتذة وحل موضوع تجاهل حقوق المتقاعدين. كما شدد بازكشيان على ضرورة سماع أصوات المحرومين والنساء حسب تعبيره. حملة رئيس البرلمان المحافظ والمرشح الرئاسي محمد باقر قليباف هي الأخرى أطلقت تجمعا انتخابيا نسائيا لمؤيدي المرشح المتشدد في العاصمة الإيرانية طهران. نتائج استطلاع إيراني حول الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الأيام المقبلة تفوق المرشح الإصلاحي مسعود بازكشيان على بقية المرشحين، حيث بلغت نسبة من يصوتون لبازكشيان 28%، بالانتقال إلى المرشح الثاني محمد باقر قليباف ويشغل منصب رئيس البرلمان الإيراني. بلغت نسبة من صوتوا لقليباف 26%. أما في المرتبة الثالثة فقد حل المرشح سعيد جليلي، ويعمل كعضو في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية التابع للمرشد علي خامنئي، وقد بلغت نسبة من يصوتون لجليلي 24% ممن استطلعت آراؤهم. أما المرشح الآخر فهو أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ويعمل رئيسا لمركز الشهداء والمشاركين في الحرب، حصل على 3% من نسبة التصويت المتوقعة. وبالانتقال للمرشح الآخر فهو مصطفى بور محمدي، شغل مسبقا رئيس منظمة الرقابة في إيران، وحصل على 2.5% من نسبة أصوات الجمهور الإيراني. أما المرشح الأخير فهو علي رضا زكاني، عين في عام 2023 مساعدا للرئيس، وبلغت نسبة من صوتوا لزكاني 2%، أو من سيصوتون إليه 2%. إذن مشاهدينا، معنا هنا في الاستوديو للنقاش صالح حميد، الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث. أهلا وسهلا بك سيد صالح معنا في 19. استطلاعات الرأي هذه التي عرضناها في هذا التقرير، هل يمكن البناء عليها؟ هل يمكن فعليا أن تحصل مفاجأة يحضرها النظام الإيراني لاعتلاء إصلاح سدة الحكم، أم هي فقط للتمويه إن صح التعبير؟ يعني بالطبع لا يمكن
الثقة والبناء على هكذا استطلاعات نظرا لعدم وجود يعني مناخ من الحرية الكافية أو إعطاء المجال لشرائح واسعة من المواطنين للمشاركة في هكذا استطلاعات. لكن من الواضح أنه في من خلال الشارع، نبض الشارع، وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت الآن شبه بديل عن هذه استطلاعات الرأي، تتجه الأصوات إلى مرشح التيار الإصلاحي الذي يعني أصبح لا بديل له في الواقع. يعني رغم أنه مسعود بزشكيان هو أيضا لا يمتلك أي برنامج انتخابي مثل الخمسة الآخرين ممثلين تيار الأصول المتشدد، لكن المنافسة الآن هي على الشعارات. يعني التيار الأصولي بمرشحيه الخمسة يطلقون شعار الاستمرار على نهج حكومة رئيسي، شعارات يعني أطلقها سابقا المرشد الأعلى علي خامنئي مثل الاقتصاد المقاوم، الاعتماد على الذات، عدم الاتكاء على الغرب، الحفاظ على نفوذ إيران في المنطقة. عكس ذلك شعار بزشكيان ومن ورائه الإصلاحيين هو فتح باب الحوار مع الغرب لرفع العقوبات، التأكيد على الحوار، التأكيد. لكن بنفس الوقت بزشكيان يحاول أن يغازل منظومة المرشد والحرس الثوري بمزايدة الشعارات الثورية. يفهم أيضا كيف يفهم هذا الدعم ويعني التصوير للبرنامج النووي الإيراني والجنوح نحو الحلول الدبلوماسية مع دعم ظريف، وهذه الصورة التي حتى قيل في إيران بأنها يمكن أن تكون تشكيل للحكومة المقبلة. صحيح، نقطة مهمة. السياسة الخارجية عموما لعبت دورا كبيرا في المناظرات الانتخابية وفي يعني الدعاية للمرشحين، خاصة ملف البرنامج النووي وهو يتجه نحو التعقيد، خاصة نظرا للقرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي هدد بإحالة الملف أو عودته إلى مجلس الأمن، وأن إيران لم تتعاون مع الوكالة بخصوص عودة المفتشين بخصوص ثلاثة مواقع مشبوهة أجرت فيها إيران أبحاث على سلاح نووي. كل هذه، لكن هناك سؤال لو سمحت لي سيد صالح، يعني عندما نرى هذه الشعارات وهذه البرامج التي يطلقها المرشحون، هل هي اجتهاد شخصي أم بإعاز؟ لا بالطبع، يعني قسم منها معروف، هي خطاب الإصلاحيين. يعني جواد ظريف كان واضحا وحتى انتقد بشدة أداء حكومة رئيسي وقال أنهم أدوا إلى المزيد من العقوبات على البلاد، حتى أنه عيرهم بأنهم لم يستطيعوا إضافة صادرات النفط الإيرانية لولا تهاون سياسة بايدن وليس بسبب السياسات المتشددة التي اتخذوها. فلذلك الملف النووي قد يكون أحد أهم القضايا في المقلب الآخر الذي سيشكل مصير الانتخابات. في المقلب الآخر هناك واحد من المتشددين قليباف عندما يعني اختار لأن يكون البرنامج يعني والحملة الانتخابية فيها العنصر النسوي نوعا ما، ما الذي يعنيه ذلك ربما لانقشاع الصورة المعروفة عن المتشددين وبالتالي هي نهج جديد؟ يعني هو هذا ديدن المرشحين في كل انتخابات إيران. هناك أسبوعين يستطيع المرشح يتحدث بما يريد، لكن على أرض الواقع يعني حكومة رئيسي وقاليباف يرأس البرلمان كان في هذه ثلاث سنوات هي التي ساهمت بمزيد من إصدار القرارات المجحفة ضد النساء، تعزيز قوة شرطة الآداب أو شرطة الأخلاق كما تسمى في إيران التي ضايقت الكثير على النساء، خاصة بعد انتفاضة مهسا أمين التي استمرت وقمعت بقوة، وكان قاليباف ومجموعته هم أحد أهم التيارات الداعمة للحكومة في هذا.